الوحش الجميل هذا. فيها تقنيات الإيترون يكون فيها خلينا نقول المحرك الكهربائي يساعد الماكينة الأساسية يعطيها قوة إضافية. حياكم الله متابعين مربع نت، حلقة جديدة من برنامج أسعار السيارات. واليوم نحن في زيارة لوكالة بترومين، جايين نشيك على أسعار رام موديلات 2022. قبل أن نبدأ كالعادة كل الأسعار راح أذكرها عشان ضريبة القيمة المضافة. أيضا لا تنسونا من لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السيارات. ويلا خلينا نشيك على رام 2022. نبدأ مع الرام كلاسيك، هذا الحوض الجميل يجي غمرة واحدة زي ما قلت، محرك 8 سلندر 5700 سي سي معروف من هيمي، تجي فيها واحدة كلاسيك. هذا سعره شامل ضريبة 153,343 ريال سعودي. نخلي نظرة الداخلية زي ما يقول ستاندر السيارة ما فيها شيء، لكن للي يحب سيارة أداء حوض شكل الحوض مرشوش بدلاينر، المادة الصلبة هذه جدا جميل وعملي. واللي يبي سيارة عملية دون أي رفاهية يعني دبل 8 سلندر قوة صلابة كلاسيك جدا جميل. والآن ننتقل إلى الأرامي اللي قدامنا، وحش الجميل هذا يجي بثلاث فئات. أول فئة سعرها 221,500 ريال سعودي، الفئة الثانية سعرها 228,958 ريال سعودي، والفئة الثالثة سعرها 235,256 ريال سعودي. لكن تنويه، الأسعار هذه قد تختلف اختلاف بسيط حسب بعض الإضافات اللي ممكن تجي من المصنع. على سبيل المثال ممكن البد لاينر، شايفين الحوض هذا مكشوف ما في ولا شيء. بعض الفئات أو بعض السيارات ممكن تجي من المصنع مرشوشة بد لاينر للحفاظ عليها. خلينا نقل نظرة على الرامي من الداخل، في كمية مخازن مو طبيعية في السيارة، منافذ شحن لا تنتهي، أماكن تقدر هنا تثبت جوالك وتشحن الجوال. طبعاً في أيضاً مقبس كهربائي موجود تحت، شايفين USB Type A Type C تحت سقف نورامية، ما شاء الله تبارك الله. برضو من الأشياء الجميلة فيه هنا في كولر تقدر تحط ثلج ومشروباتك المفضلة، إطارات تخييم بر أو في سفر تقدر تحافظ عليها باردة دائماً. طبعا السيارة فخمة جدا ما شاء الله، شان الكتروني جير فرار زي ما شايفين، ما عدبه ثقيل وخفيف. قدامنا هي 6 سلندر 3.6 اللتر، فيها يمشي 11.9 كيلو، زائد فيها تقنيات الإيترون يكون فيها خلينا نقول المحرك الكهربائي يساعد الماكينة الأساسية يعطيها قوة إضافية. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة أو جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل ويتصفح التطبيق ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع أسعارها. السيارات المعروضة في المعرض حاليا هي سيارتين بس، الكلاسيك والرامي، لكن في فئات كثير من الرام موجودة راح أذكركم إياها جميعها. عندنا فئة الريبل موديل 22 أيضا سعرها 256,705 ريال. بعدين عندنا فئة الليمتد 2022 سعرها 303,024 ريال سعودي. عندنا ايضا البيج هورن سعرها 200,000 ريال و532 ريال سعودي شامل ضريبة. والوحش تي ار اكس سعرها 408,214 ريال سعودي شامل ضريبة. وزي ما قلت لكم الاسعار قد تختلف حسب الاضافات اللي ممكن تجي على السيارة من المصنع، لكن هذا هو السعر الاساسي اللي نقدر نعطيكم اياه حاليا. وشوف ان شاء الله، ان شاء الله يوفق يعطيكم العافية. وصلنا الى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية على حسن المتابعة. اللي معاه واحدة من حوش هذه من سيارات رام يكتبنا في تعليقات وش رايه في سيارات رام بشكل عام، خلي الجميع يستفيد. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، ولا تنسون من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات. شكرا جزيلا، مع السلامه.